أنا شفت يمكن الفيديو بتاع المتحدث باسم قوات أنصار الله وقال أي سفينة هتعدي إسرائيلية في البحر الأحمر أو بحر العرب هي سفينة مستهدفة. هنا بتكلم على اشتعال المنطقة بالمعنى الحرفي. خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذ سامر السنجلاوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية ورئيس صندوق إعمار القدس. أهلا بيك أستاذ سامر. مساء الخير. مساء النور أستاذ سامر. ويمكن بنتحدث حول اتساع دائرة الصراع الآن، كل السياسات وكل الأفعال التي انتهجها بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة من وحشية للأسف الشديد أصبحت بتؤتي ببعض الثمار الشائكة. حزب الله دخل على خط الصراع، أنصار الله في اليمن دخلوا على خط الصراع بشكل معلن، للأسف الشديد الوضع في غزة بيتطور بمنتهى السرعة من السيء إلى الأسوأ منه. كيف ترى مستقبل هذا الوضع في الغد القريب؟ نتنياهو يتخبط في هذه الحرب، هو لا يرسم استراتيجية تحقق له أي أهداف لا عسكرية ولا سياسية. هو كمن ضرب على رأسه ب7 أكتوبر وبدأ يتخبط بطريقة تريد له أن يتحقق من أنه ينتصر لكبريائه الذي هزم. إسرائيل تتعامل وكأنها هي قوة عظمى في العالم، هي تتعامل وكأنها أفضل وأقوى وأهم من الولايات المتحدة، وبالتالي لم تقبل على نفسها أن تتلقى ضربة موجعة يوم 7 أكتوبر من مجموعة لم ترتقي إلى مستوى دولة. يعني الحلقة الأضعف في كل هذه الصراعات التي ذكرتها هي غزة. دائما كنا نلاحظ أن إسرائيل تضع إيران مثلا كعدوها الرئيسي والمركزي، ولكنها عندما تقوم بوضع الخطط الاستراتيجية تستهدف حزب الله في لبنان، وعندما تريد أن تنفذ ضربات عسكرية تذهب إلى غزة إلى الحلقة الأضعف. لو كانت إسرائيل حقيقة واثقة من قوتها العسكرية وهي متأكدة كما تدعي بأن هناك حلف ينطلق من طهران يستهدفها في جبهات متعددة لكانت وجهت ضرباتها الحقيقية إلى طهران، إلى عنوان التحدي الرئيسي الذي تحدده. وكلنا يتذكر كيف نتنياهو نفسه كان يرقص فرحا في الهيئة العامة للأمم المتحدة في إحدى السنوات عندما أخرج صور تقدم التكنولوجيا النووية الإيرانية. إذن إسرائيل خلف هذا الظاهر من القوة والتكنولوجيا المتطورة والأمن والجيش الأقوى أو الذي تدعي أنه الأقوى إقليميا، حقيقة توجد نقاط ضعف كبيرة تكشفت يوم 17. كل ما تفعله إسرائيل الآن، كل ما يفعله نتنياهو هو تخبط انتقامي لا معنى له ولا قيمة له لا سياسيا ولا عسكريا. ولذلك نرى الآن أن ليس فقط نتنياهو الذي تروق له هذا الشكل من التخبط، أيضا كل وزرائه. يعني في القدس انطلقت أيدي بن غفير مثلا في هدم المنازل، أمس أعلن عن تسليم قرار بهدم منزل خطيب المسجد الأقصى المبارك. إذن بن غفير يريد أن يقول لحماس أنتم أطلقتم عملية طوفان الأقصى وأنا سوف أهدم منزل خطيب الأقصى، سأرد على التحدي بالتحدي. إذن كل هذا تخبط. هذه الحكومة اليمينية التي كانت تعتبر هاجس لدى اليمين، دائما اليمين كان يقول أننا لم نتمكن من سنوات طويلة بأن نشكل حكومة يمينية بالكامل، كانت دائما ائتلافات الليكود حتى تاريخ تشكيل هذه الحكومة الأخيرة في مطلع هذا العام كانت دائما مع ائتلاف غير يميني، وقالوا أن كل المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية هي نتيجة وجود عنصر غير يميني. الآن تحققت أميتنا
بحكومة يمينية يمينية. ماذا أحضرت هذه الحكومة اليمينية بالكامل للشارع الإسرائيلي؟ أكبر إخفاق عسكري أمني في تاريخ دولة إسرائيل ما بعد أكتوبر 73. يعتبر هذا الحدث الثاني بعد أكتوبر 73 من حيث الإخفاق والهزيمة الأمنية والعسكرية. إذن هذه الحكومة حتى في ردة فعل هذا الإخفاق الكبير هي تكمل مسيرة الإخفاقات بإشعال المنطقة بالبحث باستمرار عن ما قد يفجر جبهات أكثر تعقيدا. لا يمكن لنتنياهو أن يهرب من مصيره الحتمي في أن يحاكمه شعبه الإسرائيلي في يوما من الأيام بتهمة أكبر إخفاق عسكري بتاريخ دولة إسرائيل، أكبر إخفاق أمني. والتظاهرات الآن تملأ الشوارع الإسرائيلية، بدأت الحالة التي لمسناها خلال الأشهر الماضية وقبل 7 أكتوبر من انقسام داخل الشارع الإسرائيلي من تظاهرات، بدأت تعود الآن بعد شهرين تقريبا من أحداث 7 أكتوبر. السبت الماضي قبل يومين أو بالأمس كانت هناك تظاهرة كبيرة في مدينة تل أبيب تطالب بعودة ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين، لأن الشعور لدى عامة الإسرائيليين بأن إيقاف الهدنة وإيقاف التفاوض على استمرار إطلاق وتبادل الأسرى والمحتجزين هو بمثابة إعلان تخلي من نتنياهو عن ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة، وهذا يقلق الشارع الإسرائيلي. الشارع الإسرائيلي له أهداف مختلفة عن نتنياهو من هذه الحرب. الشارع الإسرائيلي يريد أولا عودة المحتجزين بغض النظر ما هي النتائج العسكرية في الهدف المعلن من نتنياهو في إنهاء حكم حماس أو القضاء على حماس في غزة. لا يهمه الشارع ما هو شكل الحكم في غزة، ما يهمه عودة المحتجزين إسرائيل. وهنا بدأ تناقض كبير بين الشارع الإسرائيلي ونتنياهو. الإخفاق الثاني الذي يكرس أزمة جديدة من الانقسام هي الطريقة التي أدارت بها الحكومة الإسرائيلية إقرار بنود الميزانية لسنة 2024 أي الشهر القادم، والتي أصر سمودريتش وهو وزير آخر متطرف طبعا أن يقوم بدور أضرب وهرب في نهب هذه الميزانية لصالح المستوطنات. هذه الحكومة مهزومة، تدرك أنها مهزومة، تدرك أنها منتهية قريبة، وكل من ائتلافها خاصة أولئك الذين يعلمون أنه لن يكون لهم فرصة جديدة في الحكم في إسرائيل وهم ثلاثة، نتنياهو وبن غفير وسموتريتش. هؤلاء الثلاثة مدركون إدراكا تام أن هذه أيامهم الأخيرة على مقاعد وزاراتهم أو رئاسة الوزراء، وبالتالي كل يريد أن يحقق ما يمكن من مصالح حزبية على حساب المصالح الوطنية. ومن هنا نرى أن هناك فلتان عسكري وأمني، بمعنى لا يوجد استراتيجية عسكرية، لا أحد يخطط كيف تتعامل إسرائيل الآن أمنيا وعسكريا مع كل الجبهات المفتوحة. هناك جبهات مفتوحة في القدس، في الضفة الغربية، في غزة، على الحدود اللبنانية، من وراء البحر الأحمر أيضا. لا تدرك كيف تتعامل مع هذه الجبهات بطريقة منظمة، هي بطريقة عشوائية تخبطية. هو وارد جدا انه تتفتح كل الجبهات، يعني تتفتح جبهه من وراء مرتفعات الجولان زي ما بتتفتح جبهه حزب الله في جنوب لبنان، زي ما بتتفتح جبهه انصار الله عبد الملك الحوثي، زي ما في جبهه غزه بالفعل مفتوحه، زي ما وارد جدا تتفتح جبهه الضفه الغربيه، زي ما وارد جدا تتعمل عمليات منفرده تجاه المستوطنات. يعني كلما امعن نتنياهو وحكومته في التطرف والتشدد واستخدام العنف وزادوا من العنف، كل ما كانت احتمالات فتح الجبهات أكثر اتساعا وواردة
بشكل أكثر حدوثا. أنا أشكرك جدا أستاذ سامر السنجلاوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية ورئيس صندوق إعمار القدس.